طيب طبعا فاكرين حضراتكم امبارح الفقرة المهمة اللي احنا عملناها بمحاولة مساعدة الشاب مصطفى وليد، الشاب اللي عنده 17 سنة واللي عنده مرض نادر في جهازه الهضمي ويتطلب علاجه سفر الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء عملية دقيقة جدا هي تغيير الجهاز الهضمي بالكامل. وكان معانا على التليفون والدته الأستاذة زينب وحكت القصة وقالت ان في مجموعة من التبرعات تدفقت لكن فاضل بعض الاموال بالاضافة الى صعوبة اجراءات السفر والفيزا العلاجية للوصول الى الولايات المتحدة الامريكية. وبعد انتهاء المكالمة مباشرة يمكن ما فيش دقيقة او دقيقتين وصلنا اتصال كريم من مؤسسة رئاسة الجمهورية بيؤكدوا فيه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع الفقرة وكان يتابع الحالة وتأثر وتفاعل بها كثيرا وأعطى توجيهاته لوزارة التضامن الاجتماعي ولوزارة الصحة برعاية الحالة وتذليل كل الصعوبات من أجل الولايات المتحدة الأمريكية وعلاجه هناك تحت إشراف ورعاية الدولة المصرية ورئيس الدولة المصرية شخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا بتوجه له تاني بكل الشكر والتحية هنا على هذا الموقف الإنساني الذي ينم على مشاعر الأبوة الوفيرة اللي عند السيد الرئيس وإنه الحقيقة بيتحسس الفرصة كل فرصة تأتي لكي يثبت فيها أنه إنسان وأنه أب للمصريين قبل أن يكون رئيسا لجمهورية مصر العربية. عندنا تقرير أرسلناه مفيش بعد ساعة من انتهاء الحلقة إلى الأستاذة زينب لنرى رد فعلها قبل استجابة السيد الرئيس وبعدها وطبعا شتان الفارق عليها. مصطفى طول عمره كان بيدور على حق الحياة، لما سمع ان الرئيس قال خلاص ان مصطفى يسافر، هو الرئيس بجد اتكلم حقيقي، خلاص يا ماما هنسافر، كله خلاص يعني بقى هنسافر ومعجزة حقت. عندما تتدخل القدرة الإلهية فكل شيء مستطاع بإذنه. هنا مصطفى وليد بحسب رواية والدته زينب مهاب عبر مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، هو مريض بمرض نادر يدعى صيبو ويعني شلل في الجهاز الهضمي، ما دفع الأسرة إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال القولون بشكل كامل، إذ يحتاج الشاب إلى زراعة جهاز هضمي كامل يشمل المعدة والطحال والبنكرياس والأمعاء. احنا وصلنا دلوقتي فين للجمع الأموال؟ انا حضرتك بس للأسف بقالي يومين ايديا فيها جلطة فتعبانة، بس احنا كنا اخر حاجات وصلنا حوالي من 28 ل 29 مليون وهو كله 36، فالحمد لله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني قربت وهانت. احنا بس التحدي الأكبر دلوقتي اللي احنا محتاجينه موضوع الفيزا، لان هم ما عندهمش مواعيد الا كمان سنة. الفيزا دي يا ريت حضرتك لو تقدر تساعدني فيها. لا لا سهلة ان شاء الله، لانه الفيزا العلاجية مختلفة عن الفيزات العادية يا مدام زينب. مش لاقيين اصلا مواعيد، مش عارفين ان خطبهم بعتنا لهم ايميلات، مش عارفين ان احنا نلاقي مواعيد للانترفيو. لا حاضر حاضر. وبعد دقائق وخلال الحلقة هنا يأتي الخبر السار. فعلا الحمد لله القدر اثبت ان المصريين مفيش اجدع منهم، وأبو المصريين ورئيس المصريين والأب الروحي لنا جميعا والرجل اللي الحقيقة في كل مرة مصر أنه يثبت لنا أنه إنسان قبل أن يكون رئيس، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الاحترام والأبوة استجاب لدعواتنا جميعا واستجاب لاستغاثة السيدة مدام زينب وأمر أنه كل الإجراءات اللازمة لعلاج مصطفى ستكون في كفالة رئاسة الجمهورية، وإنه العلاج والإجراءات والقصة الفيزا اللي كلمتنا فيها كمان مدام زينب كل ما له علاقة بتسهيل سرعة سفر مصطفى إلى الولايات المتحدة الأمريكية عشان يتمم شفاه هتبقى بتوجيهات من السيد الرئيس إن شاء الله ميسرة ومكفولة. انتقلت كاميرا آخر النهار لترصد الفرحة التي عاشتها هذه الأم بعد أمل كاد أن يكون مستحيلا لكنه أصبح واقع. يا سيادة الرئيس شكرا أنك جبرت قبل قلبي، أنا كنت خايفة على موضوع الفيزا، وأن حضرتك أصلا تخش في موضوع مصطفى أنا مش صدق، يعني دي معجزة والله العظيم دي معجزة،
من المعجزات بتاعت مصطفى، لان انا حاسه ان مصطفى سيمفونيه حب مصريين دلوقتي يقودها المايسترو الكبير يعني الريس بتاعنا. انا فعلا بحب حضرتك جدا، ومنيه حياتي اني اشوفك يا رب اشوف حضرتك. وعارفه ان حضرتك ما دام دخلت في الموضوع الفيزا خلاص كده اكيد جت، لان كنت من حاجات كنت شايله هم الفيزا. احمد غنيم، قناه النهار. يا سياده الرئيس شكرا انك حطينا معجزه. الشكر لله اولا واخيرا، وكل الشكر طبعا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الانساني الرائع واثباته في كل مره انه يمتلك قلبا رحيما وفيه مشاعر الابوه ومشاعر الحنان ومشاعر الحب، وبيثبت كمان الكلام اللي بيقوله دايما على اننا اسره واحده وعيله واحده، وان اي حد في العيله يصاب او يمر بازمه او في كرب هي كرب لكل العيله، واللي يستطيع في العيله انه يساعد ما يتاخرش، فما بالكم برب العائله. فلما بيسمع او توصله اي مشكله لاي فرد في الشعب المصري، الحقيقه الرئيس لا يتاخر ابدا عن المساعده والمسانده. كل الشكر لرئيس مصر ورب العائله المصريه السيد عبد الفتاح السيسي.